سبحان الله كرة واصيلا لا فإنه لي وأنا أجزي به، وإلا الصوم وأنا أجزي به يوم القيامة، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وفرح بها، وإذا لقي ربه فرح بصومه. لذا أيها المجاهدون، أيها المجاهدون الصامدون في الجبهات، لذا فإن الله سبحانه وتعالى يمنح الصائمين الله يسعدكم والدين والآخرة. الله يحفظكم الله. الله يسعدكم. ورواحنا بالسلام. بهذه المناسبة العظيمة نستاهل أن نرفع إلى قيادة السياسية مثلا بالأخ المشير عبد الربون ترهادي، وإلى نائبه الفريق علي محسن صالح، وكمان نهني الشعب اليمني بهذه مناسبة عيد الفطر المبارك الذي توحدت الأمة العربية والإسلامية في هذا العيد المبارك، إلا الشرذمة التي تبع إيران، فتعليمات هذه من إيران، ومن شذ شذ في النار، وهؤلاء يريدون أن يخالفوا السنة النبوية في أي طريقة كانت. صباح كل عام وانت بخير. وانت بخير صباح السلام.